أطلق معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية نظاما تعتبر البحرين من أوائل دول المنطقة في تطبيقه، ويرتكز على قياس ومتابعة أداء الوزارات والجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية والمنهجيات المعتمدة دوليا. وقال معالي في كلمة ألقاها لدى تفضله برعاية حفل إطلاق مشروع إدارة الأداء المؤسسي تكامل، قال إن العمل بالمشروع بمثابة ضوء أخضر للارتقاء بدور الحكومة وخدماتها لتكون ضمن قائمة أفضل 20 دولة على مستوى العالم، مسترشدين في ذلك برؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على إعادة رسم دور الحكومة لتكون فاعلة في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع الداعمة للاقتصاد، إلى جانب تحفيز اقتصاد المعرفة والاستثمار في الكوادر الوطنية وتشجيعها على الإبداع والابتكار. وأكد معالي أن هذا المشروع يأتي مجسدا لتوجيهات القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى واهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما يولونه من رعاية واهتمام بقطاع الخدمة المدنية وبتنمية رأس المال البشري البحريني الذي يعد الثروة الحقيقية لهذا الوطن وعماده. هو الرقيب الذي سيعيد رسم ذلك الدور الذي تناط به مختلف الجهات الحكومية المتمحور حول الارتقاء بفاعلية الخدمات المقدمة والمشاريع المطروحة الداعمة للاقتصاد، والتي ستأتي بلا أدنى شك ملبية لطموحات فئات المجتمع كافة ومعززة لأهداف التنمية المستدامة. يأتي حفلنا هذا في أعقاب موافقة مجلس الخدمة المدنية أواخر سبتمبر 2016 على مشروع إدارة الأداء المؤسسي، مستندا في ذلك على أحكام المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والتي نصت على أن يضع الديوان نظاما لإدارة الأداء المؤسسي بهدف تطوير الخدمات الحكومية ورفع الإنتاجية والكفاءة بالجهات الحكومية، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وإلى جانب الأهداف التي حددها المرسوم بقانون سالف الذكر، فإن هذا المشروع يهدف كذلك إلى تكريس مرتكزات الحوكمة الرشيدة والفاعلة عبر تقديم خدمات متميزة وبأسلوب متطور وبجودة عالية، ومتابعة قياس الأداء بواسطة نظام حديث تم تصميمه خصيصاً ليكون متوافقاً ومتطلبات بيئة العمل في وزاراتنا وجهاتنا الحكومية المختلفة على نحو يساهم في منع الازدواجية وتقليل الوقت والجهد المبذولين لتنفيذ المشاريع والخدمات، فضلاً عن دعمه لتوجهات المرحلة الحالية المرتكزة على ترشيد النفقات الحكومية وضبط المصروفات. وإنني على ثقة أن مؤشرات هذا النظام ستكون إحدى أهم الأركان الرئيسية التي سيعتمد عليها لتغذية برنامج عمل الحكومة المقبل للأعوام 2019-2022، ومصدراً موثقاً لرسم الخطط الاستراتيجية والسياسات الحكومية. لذا فإنني أدعوكم أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية للالتزام بالتعاون التام مع ديوان الخدمة المدنية والفريق الاستشاري العامل معه في تطبيق نظام إدارة الأداء المؤسسي وقياس الأداء وما يطلبه ذلك من حاجة في بعض الأحيان إلى تدريب موظفي وزاراتكم على كيفية الاستخدام، كما أدعو ديوان الخدمة المدنية إلى الالتزام بالجدول الزمني الذي أقره مجلس الخدمة المدنية للانتقال من مرحلة التجربة إلى مرحلة التطبيق الفعلي مطلع العام المقبل. جملة
قد أصابت بوصف ما يحمله مشروع إدارة الأداء المؤسسي من مهام تستوجب تكاتف متنوع المؤسسات الحكومية وتوحيد نهجها في تحسين إنتاجيتها والسير على خط سياسة ثابت متصل بمتطلبات محيطه. هذا المشروع بحد ذاته هو الاستقلال الأمثل للموارد، وكذلك تقليص الجهود، وكذلك تقليل الوقت، مما سيؤدي إلى رفع الإنتاجية وزيادة الفعالية. النتيجة هو تقديم خدمة ذات كفاءة ومتميزة وفي أقل وقت للمواطن والمقيم. خطط تدعم ركائز الهيكل الأساسي للمشروع الذي يعي ضرورة الأخذ بيد الحلول الصائبة لتحقيق الرؤية الاقتصادية التي لا تفاوض على دعم المعرفة والحث على الإبداع بل والاستثمار في المواطن، إلى جانب تبنيها للعديد من الأساسيات التي تعكس نجاح العمل الحكومي كالاستخدام الأمثل للميزانية الموضوعة واستغلال عاملي الوقت والجهد في إتمام العديد من المعاملات. المنطقة الحكومي الأول اللي صار سنة 2016 في اعتقادي أن هذا أحد أهم مخرجاته. اليوم لما نتكلم عن الإطار العمل الحكومي والإطار المؤسسي وكيفية تطويره في نظام يسمى تكامل أو انتجريشن، في اعتقادي أنه بالفعل يعبر عن حاجة حقيقية في هذه المرحلة إذا أردنا تطوير أداء المؤسسي للحكومة. من خلال هذا النظام لا يتم الاكتفاء بقياس مؤهلات الموظفين وقدراتهم في معزل عن أرض الواقع، يتم ربط كفايات الأشخاص والموظفين المسؤولين في الحكومة بالأهداف الموجودة في المؤسسة والأهداف الاستراتيجية الموجودة في البلد وبرنامج عمل الحكومة. نهج مدروس يتمهل في وضع أبرز ملامح التكامل بين عمل جميع الجهات الحكومية ليسهل إحلال قواعد استراتيجية حكومية جامعة وموحدة للخدمات المدنية. تحسين الإنتاجية، قياس الأداء الحكومي إلى جانب التقييم المستمر لطبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين هي بعض من جميع تلك الأهداف التي سيسعى إلى إنفاذها مشروع إدارة الأداء المؤسسي، ليكون كأحد عديد المشاريع المثمرة التي تبرع في التماشي مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. لتلفزيون البحرين، محمد أرشيدات.